أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في برنامج المؤشر والفقرة التحليلية وآخر نصف ساعة حتى إغلاق السوق وآخر فقرة أيضا في البرنامج. وبداية نرحب بضيفي الأستاذ سهيل الدراج الاستشاري الاقتصادي وأيضا المتخصص في الأسهم والاقتصاديات العالمية. أستاذ سهيل، كل عام وأنت بخير، شهرك مبارك. أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير، وأسعد الله مساك بكل خير. أستاذ سهيل، ثبات واضح جدا في السوق السعودي في الفترة الحالية، ثبات قد يكون أيضا ارتفاع 9 نقاط 12 نقطة حتى على المستوى الشهري، يعني من شهر 8 لمدة 30 يوم تقريبا، أو خلنا نقول 25 يوم إذا استثنينا الجمعة والخميس، نحن نجد أن السوق فقد خسر 145 نقطة. نعم، ثبات واضح جدا في السوق السعودي، هل هذا يعتبر جيد بحسب وجهة نظرك، ولا أيضا قد تماشي نفس الموجة أنه السوق سيء حتى هذه اللحظات؟ نعم طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. السوق السعودي في هذه الفترة، يعني احنا لاحظنا من أواخر شهر أغسطس ويتوقع شهر سبتمبر بالكامل، نحن الآن في بداية شهر سبتمبر، في اليوم السادس أو ربما اليوم ربما السابع أو السادس، يعني أمامنا حوالي 23، يتوقع 23 يوم نمط الحركة بنفس الحركة الحالية اللي هي ارتفاعات خفيفة جدا أو انخفاضات خفيفة جدا، وأتوقع أنه نمط الحركة سينحصر بين مستويات 5600 ومستويات 5850، وسنستمر في هذا النطاق إلى أن يأتي محفز مهم جدا، ألا وهو نتائج الشركات الفيصلية التي يتوقع أنها تحرك السوق السعودي إلى مستويات إما أعلى أو أقل، وأنا أعتقد طبعا أنها بإذن الله ستكون إلى الأعلى نظرا لتحسن الظروف الاقتصادية العالمية في كل أنحاء العالم. يعني الثبات هو الآن ما في محفزات، هذا هو السبب؟ لا يوجد محفزات إطلاقا، لا يوجد أي محفزات حالية، يعني اليوم نحن في السوق السعودي لا يوجد لدينا بيانات اقتصادية كالتي تصدر في الغرب، يعني لا يوجد لدينا بيانات عن البطالة، مبيعات التجزئة، عن مبيعات السلع المعمرة، عن مبيعات المنازل، هذه كلها ما هي موجودة، وبالتالي يعني لا يوجد شيء يحرك الأسواق، فليس أمام الناس الآن إلا أن تراقب الحركات الأساسية التي تحدث على أسعار النفط أو على أسعار صرف الدولار التي تؤثر في الغالب. يعني اليوم هل تنقصنا هذه المؤشرات أستاذ؟ طبعا هذه مهمة لأي اقتصاد، يعني اليوم الاقتصاديات الكبرى في العالم كلها يوجد لديها هذه المؤشرات، إذا جينا أخذنا الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم موجود لديهم مجموعة كبيرة من المؤشرات، أوروبا ثاني أكبر كتلة اقتصادية أو هي ربما الكتلة الأولى في العالم، الاتحاد الأوروبي بشكل عام يصدر لديهم في أغلب الاقتصاديات، يوجد أرقام في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في إسبانيا، في إيطاليا توجد هذه الأرقام، إذا ما جينا في اليابان، في الصين توجد هذه الأرقام، فنحن هذه الأرقام مطلوبة. مسؤولية من هذه الأرقام؟ مسؤولية طبعا الجهات الحكومية، لأن هذه المؤشرات أغلبها حكومية، توجد طبعا بعض المؤشرات التي تصدر عادة عن القطاع الخاص مثل الرقم الشهير الذي يصدر في أمريكا، رقم ثقة المستهلكين الذي يصدر عن جامعة ميتشيغان. في السعودية الآن يوجد رقم تصدره أرقام، موقع أرقام المعروف على الإنترنت، يصدر رقم مؤشر أسعار البتروكيماويات، هذا أحد المؤشرات الجيدة اللي بدأ الآن الناس يعني يتابعونها، والصحافة أحيانا يعني تتخذه كمؤشر، فالمؤشرات مطلوبة وهي مسؤولية جهتين، ولكن الكم الأكبر أو الحمل الأكبر يعني أقصد القطاع الخاص والحكومي، ولكن العبء الأكبر على القطاع الحكومي، على وزارة التجارة هي التي تصدر، يفترض أن تصدر مثلا مثل مبيعات التجزئة، هذا لا يصدر عن وزارة التجارة، البطالة تصدر عن وزارة العمل، المنازل تصدر أيضا عن وزارة التجارة أو وزارة الإسكان إذا كان موجود، نحن ليس لدينا وزارة للإسكان حتى الآن، فإذا الجهات الحكومية يعني مع مرور الزمن يعني مطلوب منها أن تطور مثل هذه المؤشرات، لأن هذه المؤشرات تعطيك وضع الاقتصاد الحالي، نحن ممتاز. وين الآن؟ طيب هل من الصعوبة أن نظهر هذه المؤشرات، ولا أنه قد يكون دورها غير فعال عند أو غير معلوم عند الوزارة نفسها؟ نعم، لا يستطيع اليوم أي مخطط أن يخطط لأي شيء إذا لم توجد هذه الإحصائيات، هي عبارة عن إحصائيات فهي مطلوبة الحقيقة في أي مجال اليوم، حتى يعني الشركات أنا أسأل ليش ما تطلع أستاذ سهيل، هل هي يعني صعبة أنك تطلع؟ لا ليست صعبة، ولكن تحتاج أولا عملية الإرادة رقم واحد، واثنين الوعي بأهمية هذه الأرقام، إذا أنت كنت لا تؤمن مثلا بأهمية الكمبيوتر فلن تشتريه،
فالأهمية يعني أنك تؤمن وتعتقد بأهمية هذه الأرقام في التخطيط وفي اتخاذ القرارات، هذه نقطة مهمة. ثم النقطة الثانية الإرادة، وجود الإرادة لإخراج هذه الأرقام. كلها مفقودة عند الجهات الحكومية ما أعتقد أنها موجودة الآن، يعني ما هي موجودة. توجد الآن مصلحة الإحصاءات العامة وتصدر إحصاءات يعني سنوية وأحيانا نص سنوية، ولكنها ليست بمفهوم المؤشرات الاقتصادية التي تصدر في وقت محدد. يعني اليوم بعد شوي في طبعا السوق اليوم في الولايات المتحدة مغلق، ولكن لو جينا يوم الثلاثاء يوم غد إن شاء الله، لو جيت تتابع الساعة 3:30 بتوقيت السعودية ستجد مجموعة مكونة من 3 أو 4 أرقام اقتصادية تصدر ومجدولة. يعني نحن نستطيع أن نأتي إلى الأجندة الشهرية ونعرف الآن الساعة مثلا 2 عصرا في أوروبا سيكون الرقم التالي، 2:30 في إسبانيا، 3:30 في الولايات المتحدة، الصباح يكون مثلا الساعة 4 في اليابان، وهكذا. أجندة معروفة على مستوى العالم، وهي الحقيقة هذه التي تضفي نوع كبير من الشفافية وتستطيع أنك تتنبأ بالاقتصاد. اليوم كيف تستطيع أنك تعرف الاقتصاد أين يتحرك؟ هل هو إلى الأعلى أم إلى الأسفل؟ إذا لا توجد لديك هذه المؤشرات، فبالتالي لابد أن تنتظر إلى أن تأتي نتائج الشركات بعد ما ينتهي الربع الثالث من العام وتعلن في بدءا من 15 أكتوبر، عندها فقط نستطيع أن نحكم على ما الذي حدث في الربع كامل. حقيقة بعد كلامك الجميل هذا أصبتني بالإحباط نوعا ما، يعني بوضعنا الحالي، ويعني بودي أن يكون هناك أستاذ سهيل حل للوضع هذا. هل هناك اقتراحات نقترحها على الوزارات مثلا المعنية، مثل وزارة التجارة مثلا حتى، أو الإحصائيات عام حتى تأتيك، أو وزارة العمل أيضا بمسألة البطالة؟ لكن هذه أشياء مهمة حقيقة، لابد أن تكون تحت النظر حتى تكون لك مؤشر لكي تعرف أنت ما هي مشكلتك وكيف حلها، صح ولا لا؟ نعم صحيح. طبعا ما تحتاجه، يعني اليوم نحن لا نتكلم عن اختراعات عظيمة لا نستطيع أن نقوم بها، هي عمليات إحصائية وعمليات يعني فقط استقصاءات تقوم بها الجهات المعنية. وإذا ما أرادت في يوم من الأيام أي دولة سواء السعودية أو حتى الدول الخليجية أو الدول العربية، إذا ما أرادت أن توجد هذه المؤشرات لن تجد صعوبة، لأنها فقط ستأتي إلى الموجود في أوروبا وفي أمريكا أو في الصين وتأخذ هذه المؤشرات وتطبقها فقط. يعني عندما نقيس نحن مثلا رقم مبيعات التجزئة، يعني العملية ليست سهلة، هم لديهم عملية قياس يأخذون الأرقام من الشركات الكبرى في الاقتصاد مثل وول مارت وغيرها وكذا، ويستطيعون أن يعرفون هل مبيعات التجزئة في تحسن أو لا. وبالتالي يعني نحن الآن عندما نتداول في الأسواق العالمية من السهل أن نحكم على يعني حركة الأسواق ونتنبأ بها، لكن في السوق السعودي يصعب، وهذا هو سبب رئيسي للشيء الذي نراه الآن. الآن نرى عملية تجمد، لأن لا يوجد أي محفزات ولا يوجد أي شيء، والجميع يعني حتى المضاربين العنيفين الذي كانوا يرفعون الأسهم بشكل كبير اليوم يعني اختفت هذه الظاهرة قليلا، ربما بسبب يعني التهديدات والتشريعات الكبيرة التي يعني بدأت تطبقها هيئة سوق المال، أصبح في عملية تخوف. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن يعني المضاربين مثل ما ذكرت اللي يرفعون السهم بشكل كبير أصبحوا يخشون الآن. لماذا؟ لأن نظريات كثيرة تشكلت في السوق. اليوم أصبح كثير من المتداولين يتحدثون عن اضرب واهرب واخذ لك ربع ريال وأطلع من السوق، فأصبح إذا أنت ترفع السهم أكثر من القيمة العادلة، يعني مثلا السهم يسوى 40 ريال، إذا أنت رفعته إلى 50 ممكن كل اللي في السوق يبيعوا عليك، فأنت لا تستطيع، لا بعد كذا ستشتري كل الأسهم ولن تجد من تبيع عليه. فهذه كلها الآن يعني في تغير هيكلي في فكر المتداولين وتغير على الأرض اللي نشوفه الآن. طيب أنت ذكرت كلمة جميلة وهي تجمد الحاصل في المؤشر العام. هذا التجمد كيف يتعامل مع المتداول؟ الحقيقة هو الآن التجمد هذا هو غير مرضي للمضاربين، بل أحرق كثير من المتداولين، وأصبح عندهم الآن حالة شديدة من التذمر، لأن المضارب دائما يريد شيئين اثنين. اولا يريد حجم تداول عالي، بحيث انه حجم التداول العالي يستطيع انك تعطيه الامان.